زيارة جديدة إلى لندن يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنها هذه المرة مصحوبة بموجة من الاحتجاجات والسخط من قبل منظمات حقوقية تعارض بيع الأسلحة للحكومة السعودية بسبب حربها في اليمن. مكتب رئيس الحكومة البريطانية تريزيا ماي استبق الزيارة بتصريح أعلن خلاله أن ماي ستعبر خلال اللقاء مع بن سلمان عن قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني في اليمن. وبحسب البيان ستطلع ماي على الخطوات التي اتخذتها السعودية مؤخرا لمعالجة الأزمة، لكنها ستشدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية بشكل كامل وبلا قيود بما في ذلك عبر المرافق. مخالفة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للقانون الإنساني سيكون حاضرا على طاولة اللقاء، خصوصا مع توالي سقوط الضحايا المدنيين في غارات للتحالف الذي تتكرر الاتهامات له بعدم مراعاة قواعد الاشتباك وحماية المدنيين. ناطق الحكومة البريطانية شدد بشكل واضح على الحاجة الملحة لتحقيق تقدم على المسار السياسي لإنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية في اليمن. الزيارة غير المسبوقة لولي العهد السعودي ستواجه بمجموعة من الفعاليات الاحتجاجية، وعلى رأسها فعالية لمنظمة انقذ الأطفال غير الحكومية التي قررت الاحتجاج بوضع تمثال بحجم طفل أمام مقر البرلمان لجلب الانتباه للعنف الذي تغذيه جزئيا قنابل بريطانية الصنع بحسب ما ذكرت المنظمة. الدور البريطاني في الأزمة اليمنية يعد الأبرز أوروبيا، حيث تعد بريطانيا إحدى الدول الخمس المشرفة بشكل مباشر على حل الأزمة إلى جانب كل من الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات والسعودية بالإضافة إلى سلطنة عمان. ومؤخرا تم تعيين بريطاني مبعوثا أمميا لليمن ينسجم في موقفه مع الموقف البريطاني الداعم للحل السياسي، دون الالتفات بشكل جدي إلى جوهر المشكلة اليمنية التي تفاقمت منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية. تظل اليمن الحاضر الغائب في مفاوضات ومحادثات القوى الإقليمية والدولية، وإحدى أوراق الضغط على أطراف الأزمة اليمنية في حلقة مفرغة من اللا حل ولا حرب واستمرار النزاع غير المسيطر عليه.